بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الأديب محمد نور. بصراحة حلقة النهاردة لحضراتكم، حلقة النهاردة احنا عاملينها لتوجيه خالص الشكر والعرفان والتقدير والاحترام لكل من يشاهد وكل من يتابع وكل من يعلق على قناة الأديب محمد نور. وجدنا بفضل الله أن هناك الكثير من التعليقات الكريمة من حضراتكم. عملنا يعني خدنا بعض التعليقات خصوصا من الحلقة اللي هي كانت على حلقة الأسئلة السبعة، اللي الحمد لله والشكر لله رب العالمين أحدثت صدى كويس عند الناس، وكانت الحمد لله يعني بتوفيق من الله حلقة موفقة الحمد لله والشكر لله، ونالنا عليها استحسان كثير من الناس. لذلك حبينا النهاردة ان احنا في قناة الأديب محمد نور ما لقيناش اي حاجة نقدر نقدمها لحضراتكم على هذا التقدير وعلى هذه الكلمات الطيبة الرقيقة الغالية جدا، الا ان احنا نتوجه لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير والاحترام والعرفان لكم. إن كان هناك للنجاح أسباب، فأول سبب للنجاح هو توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك حضراتكم كان الدعم اللي بنلقاه منكم والدعم المعنوي. وبرغم على يعني أنا مش من القنوات اللي عندها يعني آلاف من الناس أو حاجة، ولكن أنا بأشرف بالسادة المشاهدين والمتابعين اللي موجودين معانا على القناة، فالواحد عندي منهم بألف يعني. فالحمد لله والشكر لله رب العالمين على هذه النعمة. وجدنا ان ده ممكن يكون نهج ان احنا نعمله، كل ما حد يبقى فيه نجمع مجموعة تعليقات اي حد من السادة المشتركين معانا في القناة، وهو وضع تعليق يعني هنختار عينة من التعليقات ونعرضها، ليس لغرض لأي غرض إلا لغرض واحد فقط، هو تقديم الشكر والعرفان لهذه الكلمات التي ألقاها هذا المشاهد أو هذه المشاهدة الكريمة أيا ما يكون. فإحنا هيكون ده يعني أقل شيء ممكن نقدمه لحضراتكم في هذا الأمر، إن احنا نتوجه لكم بخالص الشكر ونشكر القناة، لأن طبعا أكيد اللي بيحط تعليق بيبقى عنده قناة، فطبعا هنشكر القناة ونتحدث عن القناة اللي اتكلمت واللي مشتركة معانا في القناة. ده طبعا ده شيء كويس برضو، هنقدر نساعد منها برضو كل من كان يعني عايز يعني ينمي قناته بإذن الله، بحيث إنها تكون قناة مفعلة وقناة يعني عليها تفاعل كبير. وطبعا نتمنى من حضراتكم دائما التفاعل معانا، وكل من يشاهد هذه القناة يعني يشرفنا، سواء تعليقه كان تعليق يعني إعجاب أو عدم إعجاب، بنشرف بكل التعليقات وبنشرف بكل أي نقد بناء بنشرف بيه، ما بنقولش أي حاجة خالص، بالعكس بنحترم المشاهد الكريم وبنحترم حضراتكم كثير الاحترام بلا شك. لهذا يعني أنا بنعلن لحضراتكم إن شاء الله إن إحنا في القناة هنا هنعمل كل شوية هنختار مجموعة من التعليقات نعرضها على حضراتكم، ونوجه فيها الشكر لصاحب القناة اللي حط التعليق، ونوجه الشكر لهذه القناة، ونلفت النظر إلى وجود هذه القناة، منها القناة من القناة اللي بتتابعنا يعني أو مشتركة معانا، هنوجه ليها خالص الشكر على هذه التعليقات وعلى هذا الدعم الكبير اللي بنلقاه من حضراتكم. حابب برضو أعرض على حضراتكم عشان يبقى الكلام واضح، يعني هعرض على حضراتكم دلوقتي ورينا على الشاشة إن شاء الله بعض التعليقات الكريمة من السادة المشاهدين والمتابعي القناة، فحضراتكم تفضلوا شوفوا هذه التعليقات وهنقرأها معكم بإذن الله. في تعليق قريب من الأخت ماجده ماجي بتقول، دي التعليقات دي احنا خدناها على حلقة الأسئلة السبعة زي ما قلت لحضراتكم، فبتقول أروع تحليل وأعمق رؤية سمعتها، تسلم أستاذنا المحترم. وأنا هنا بشكرك أستاذة ماجده ماجي، وأنا اللي بقول لك تسلمي على هذه التعليق الكريم وعلى مرورك الكريم وعلى قناتك الكريمة إن شاء الله اللي شرفتنا بالانضمام معانا. في الأستاذة نهى أبو بكر بتقول، كثير من كلامك يا مبدع بدأ اليوم يظهر تظهر بوادره. تحياتي لفكرك العميق الراقي. أشكرك جدا جدا على هذا التعليق أستاذة نهى أبو بكر، جزاك الله كل خير، وتحياتي واحترامي لكلماتك الطيبة الرقيقة. في الأستاذ رمضان عبد الشافي بيقول مثل هذا الرجل المحترم، جزاك الله كل خير يا رب، جزاك الله كل خير، أحد أهم رموز الإبداع في هذا العصر. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. لا يأخذ نصيبه من الاهتمام والتقدير من الدولة أو من الجمهور، في الوقت نفسه نلاقي حاجات غريبة واخدة اهتمام كبير من البلد والناس، إشي عينت حمو والسبكي وأكا ورمضان أبو معجون سنان دهب وفرعون وغيرهم، وكلهم لا يقدمون إلا تفاهة وإسفاف. فعلا شعب ملوش لا في ثقافة ولا في علم، له في التوافه بس. لا طبعا شعب، أنا يعني أشكرك طبعا حضرتك أستاذ رمضان على الكلمات الرقيقة، ولكن شعب مصر شعب مثقف، يجوز يعني للأسف يعني بيبقى في بعض الشطحات كده يعني لبعض الشباب أو حاجة، لكن هو يعني بيبقى غصب عنهم يعني. لكن طبعا شعب مصر شعب حضارة وشعب عظيم وشعب مثقف وراقي، ولكن تنقصه أن يأخذ المزيد من الثقافة. ودولة لا تهتم على مدار التاريخ بالنوابغ وأصحاب الفكر. بجد فين حق الأديب محمد نور؟ على فكرة هذا الرجل له العديد من المؤلفات الأدبية والروائية والسياسية، وكتب آلاف المقالات في مختلف الصحف المصرية والعربية. أنا أتابعه منذ 12 سنة. تحياتي ليك أستاذ محمد نور، ربنا يكرمك يا رب. والحمد لله أنا يعني اللي متابعني أو عارفني زي الأستاذ رمضان كده هو عارف الحمد لله إن لينا مؤلفات ولينا روايات، والحمد لله يعني بفضل ربنا هذا توفيق من الله. أشكرك جزيل الشكر أستاذ رمضان على كلماتك الطيبة، وصراحة مش عارف أشكرك أكثر أقول إيه أكتر من كده، لكن خالص شكري واحترامي ليك يا فندم. الأستاذ رأفت السعيد، صدقت يا أستاذ. ده بيرد ده بيرد على أستاذ رمضان، بيقول له صدقت يا أستاذ، هذا الأديب الكبير لا يجد ما يستحق من التقدير والاهتمام. لقد قرأت له الكثير من أعماله وكتاباته، وتابعت العديد من اللقاءات التلفزيونية، وحضرت له مئات الندوات الأدبية، وكلها كانت في قمة الروعة والإبداع. يا ريت نفعل هاشتاج حق محمد نور. بصراحة أنا مش عارف أقول إيه على الكلام الجميل ده، يعني ربنا يكرمكم يا رب. ده فضل كبير من ربنا، وما أقدرش أقول غير كده يعني. ربنا يكرمكم وأشكركم جزيل الشكر، بجد أشكركم من خالص قلبي على هذا الكلام الطيب، قمة في الروعة والله. وتعب اللي احنا بنتعبه، أنا عندي الكلام ده يعني الشهادات العظيمة دي هي وسام على صدري، وهي اللي بتهون علينا التعب اللي بنجده حتى نخرج لحضراتكم بما يليق بالسادة المشاهدين. الأستاذة يمنى محمود بتقول بجد مش حرام رجل بكل هذه الثقافة وهذا الحضور وصاحب لسان مفوه. أشكرك جزيل الشكر يا أستاذة يمنى على كلماتك الطيبة. وفكر راقي ملوش برنامج على قناة فضائية، وأحمد موسى وعمرو أديب والباز وناس تانية ولا ليهم أي 30 لازمة، يبقى ليهم برامج كالعادة. مصر لا تستفيد من الخبرات والنوابغ. أشكرك جزيل الشكر أستاذة يمنى على كلماتك الطيبة، مع احترامي طبعا يعني للزملاء اذا كان استاذ احمد موسى او عمرو اديب او اي ما يكون من اللي تم ذكر اسمائهم، ولكن دائما وابدا نحن نرضى بما يعني بما يقدره الله وبما يعني يمن علينا الله به. انا يعني كلماتكم دي عندي كفايه جدا جدا، كلمات طيبه. كل ما بيبقى في عندي يعني انا الحمد لله والشكر لله بحاول اقدم محتوى يليق بالمشاهد، بيرفع ثقافته، بيرفع نوع من بيعمل نوع من ال 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 يعني زيادة الفكر المعرفي. بنحاول نواجه قضايا زي الإلحاد زي ما حضرتك شفتوا في ان احنا ومستمرين فيها ان شاء الله، بنحاول ان احنا بنلقي الضوء على قضايا الامه سواء المصريه او العربيه. اتكلمنا عن احداث كتيره خاصه بالوطن العربي والاحداث العالميه، وبنتكلم في كل حاجه نحاول انها تكون مفيده للمشاهد الكريم. فده في حد ذاته كون ان في بعض ال يعني زي ما بقول لحضراتكم انا سايب اعداد المشتركين ما هماش مش كثير، ولكن انا اشرف بيهم، فده يدل ان هذه ناس بعتبرهم نخبه بجد، لان هم دول اللي بيبقى فعلا عايز ثقافه وعايز يتعلم وعايز يعرف وعايز يكون صاحب فكر راقي، فبيحاول يدور على شيء يليق بهذا المستوى. اما لو كنا بنقدم اي حاجه من الحاجات الاخرى اللي حضرات زي ما حضراتكم عارفينها يعني كنا هنجد طبعا اصداء يعني، لكن الحمد لله احنا بنحاول نقدم كل ما هو طيب وكل ما يليق بالمشاهد الكريم وكل ما يعبر عن احترامنا وتقديرنا لكل من يشاهدنا سواء كان مشترك في القناه او غير مشترك في القناه. دي رسالتنا وبنحاول نوصلها للناس، وان شاء الله باذن الله نكون دائما عند حسن ظنكم ونكون دائما على العهد كما يقال. في النهاية أنا بشكر حضراتكم جزيل الشكر، والله العظيم بشكركم جزيل الشكر، جزاكم الله كل خير على هذه الكلمات. شكرا جزيلا لكل من يشاهدنا، شكرا جزيلا لكل من يعلق تعليق كريم، شكرا جزيلا لكل من يعمل لايك، شكرا جزيلا لكل من يعمل شير، شكرا جزيلا لمن يعمل ديسلايك، شكرا جزيلا لمن يعلق بنقد، شكرا جزيلا لكل مشترك معانا. ده شيء احنا الحمد لله انا بقيت اشعر ان احنا عيله واحده هنا في عيله الاديب محمد نور. القناه دي هي بيتنا، القناه دي هي عائلتنا، برحب بارائكم بطلباتكم، بنشوف اللي حضراتكم عايزينه وايه بنقدر نعمله، فده في حد ذاته يعني نعمه كبيره من ربنا، احمد الله واشكر فضله عليها. اشكركم جزيل الشكر مره اخرى، والله لو قعدت اشكركم لغايه يعني مش عارف قد ايه ما هوفي حقكم مشاهديني الكرام، وان شاء الله هنواصل برضو نشر كل فترة كده التعليقات الكريمة ونتكلم عن القنوات. طبعا النهاردة مش قادرين نتكلم عن القنوات بشكل سريع يعني عشان لسه بنعرف حضراتكم بالموضوع. الى ان نلتقي اترككم في رعاية الله وامنه وسلامته، نلتقي على خير باذن الله تعالى. طيب الله اوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.